بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم ازاي تعمل CV من خلال موقع اسمه ايزلي. الموقع ده ممتاز جدا، بتعمل فيجوال للافكار بتاعتك، تمام؟ يعني مش بس CV، ممكن تكون مثلا عامل حاجات احصائيه فعايز تشرحها للناس بطريقه يفهموها، بدل ما انت كاتب ارقام فمش عارفين ايه الفرق بينهم وبين بعض، فممكن تختار مثلا حاجه زي كده، تمام؟ او عايز تقول مثلا خارطة العالم كده او الشكل دوت. وبرضه تقدر تعمل السي في بتاعك، يعني تقدر تعمل مثلا عايز تكتب ان انا كنت شغال في شركه كذا ورحت شركه كذا، تعملها بالطريقه دي. ممكن تكتب السي في بتاعك بالشكل دوت، وسهل ان انت تعدل فيه. يعني مثلا خلينا نختار مثلا اي سي في كده بحيث يبقى شكله مميز. لو انت عايز سي في شكله مميز، ده في اشكال كتيره كتيره جدا، يعني الاف الالاف الاشكال الجاهزه، تمام؟ ممكن نقول له احنا عايزين سي في مثلا، تمام؟ او ندور في الكاتيجوري على الحاجات الخاصه بالسي في. مثلا اقول لكم مثلا عجبك شكل زي، خلينا ندور كده هنا، حاجة مثلا تكنولوجي. اقول لكم مثلا عجبك السي في ده، عايز تعمل سي في بالشكل دوت. كل اللي انت تعمله هتختار الكلمة اللي انت عايزها تعدل فيها باللي يناسبك انت، تمام؟ يعني السي في بتاعك مثلا ان انت كنت شغال في حديقة الأورمان مثلا، تمام؟ تروح شاف مكان الوظيفة وتغيرها، كنت مثلا مواليد 1902، تروح مغيرها، تمام؟ هاي مثلا الاسم اهو، اسمك اتولدت فين، فتقول له مثلا 1902، تمام؟ ال started danced at 3 years old، ده طبعا انجاز طبعا، تمام؟ فانت ممكن لو عندك انجاز احسن تروح كاتبه. المدرسة تقدر تقول له مثلا كنت خريج مدرسة الصنايع مثلا، تمام؟ مفيش حاجة اسمها CV بالعربي الا في حالات معينة تكون مقدم على ان انت تبقى شيخ ازهر ولا حاجه زي كده، انما في العادي مفيش، تمام؟ تكتب الموقع بتاعتك، تمام؟ اليوتيوب فيها 1 بليون يوزر في الشهر مشاهدين، انا عندي 9000، ما مش رقم خالص، تمام؟ فالمقصود ان انت هتبدا تعدل الحاجات اللي انت عايزها، وتقدر في اي وقت مثلا تعدل، مثلا عايز دي تشيلها، عايز تحط حاجه جديده، تقدر تحط خلفيه، تقدر تحط اي صوره انت عايزها، تضيف اي صوره انت عايزها. في تمبلات جاهزه تقدر تشتغل بيهم، تمام؟ تقول له مثلا عايز روبوت مثلا، تجيب صور للروبوت تحطها، تمبلات جاهزه مثلا، عايز تغير التمبلات ده مثلا للشكل ده مثلا تشتغل عليه، تمام؟ هو موقع سهل وتقدر تعمل بيه اي سي في انت عايزه، وتقدر تسيفه زي ما انت عايز، وتقدر تسيفه على بي دي اف تطبعه، تاخد اللينك اللي هيديهولك وتبعته لكل اصحابك زي ما انت عايز، واشكال جاهزه مبتكره وكويسه باذن الله.